طيب رح نطلع الان على الباك بروبوجيشن. اذا ايش كانت مشكلتنا قبل ما لما كنا نستعمل الاكتيفيشن فانكشن القديمه قبل السيجمويد؟ ايش كانت الاكتيفيشن فانكشن اللي استخدمناها؟ ستيب. شو مشكله ستيب؟ نون ديفرنشبل، ما بقدرش اعملها ديريفيشن، ما بقدرش اعملها ديفرنشيشن، ولذلك اضطريت اني استخدم، رح نستخدم اكتيفيشن فانكشن جديده اسمها سيجمويد. والسيجمويد كانت سيج أو X بتساوي 1 على 1 زائد E to the minus X، وهاي ميزتها أنها differentiable. فعندي D على DX the sigmoid X بتساوي كانت تساوي هي sigmoid X في 1 minus sigmoid X. مظبوط، مش هيك اشتقناها المرة الماضية، وهذه سهل اشتقاقها منها. إذا راح يصير عندي هلا بفكرة الفكرة الجديدة في الـ Neural Network الجديد، راح يصير في عندي Activation Function مختلفة شوي، وإذا بتطلع عليها هلا راح تصير عندي هون عدد من الـ Inputs، وهدول كل واحد له Weight. عندي هلا هون راح نعمل لهم Summation، راح أجمع لهم الـ Threshold، وبعدين راح أطبق عليهم الـ Sigmoid Function، هذا راح يكون الاوتبوت. فالنيورون احنا غيرنا شويه نيورون. هلا تذكروا هون عندي الثريشولد، الثريشولد راح اطبقه بالطريقه هاي، راح احط هون ثيتا، طريقه شوي مختلفه عن اللي عملناها قبل هيك. الثريشولد عم بقول اذا هو اكبر من ثريشولد معين او اذا هو اصغر من ثريشولد معين. فبتصير عندي السميشن هاي راح تكون، لو فرضت هذه هون اكس 1، هذه اكس 2 لحد اكس ان خليني اسميها، وهاي راح اسميها خليني اسميها 1 ام، او سميها 1 ام، 2 ام، 3 ام لحد هون، وهذه راح اسميها ثيتا ام. راح يصير عندي هون اول شيء بدي اعمل سميشن لاكس اي، واي بتروح من 1 لان، مظبوط، اكس اي ام، مظبوط. مش رح نعمل سميشن لكل هذول، نضرب كل واحد من هذول الانبوتس في الويت تبعته، هيك كنا نعمل قبل هيك. ماينس راح اخذ منه ثريشولد، هلا هذا كله راح اطبق عليه سيجمويد فانكشن. اوكي، هذه الاكتيفيشن فانكشن الجديده، هذه بس لحساب الاوتبوت، حتى احسب الاوتبوت من هون. لاحظوا هون في نون لينيرتي، نون لينيرتي او سيجمويد عم تعطيني نوع من النون لينيرتي على السيستم، او بتختلف عن الستيب اللي كنا نستخدمها في الاول. كون اكس اي ام ولا دبليو اي ام؟ عفوا ايش حكيت؟ المجموع. المجموع ايش ماله؟ اكس اي ام في ولا دبليو؟ في دبليو، مضبوط، ناقص دبليو. ليش ما حد انتبه على دبليو اي ام؟ مضبوط، اكس اي ام في دبليو اي ام، مضبوط، ماينس ثيتا، ماينس ثيتا، مضبوط. وطبعا الثيتا ام ما لهاش علاقه بالسميشن، هاي السميشن لحال. فبجمع هذول، بضرب دبليو اكس في دبليو اكس، كل اكس في الدبليو تبعتها المقابله لها، بعملهم سميشن كلهم هون، وبعدين هاي صارت هي النيورون الجديد. هذه هي الاكتيفيشن اللي هون، هاي بقدر اطلع لها شيء اسمه او الديريفيتيف تبعت السيجمويد. هون راح يكون عندي شيء اسمه واي، خلينا نسميها هذه واي ام، وبقدر اطلع الديريفيتيف تبع السيجمويد واي ام عند قيمه واي ام. هلا تذكروا انه الديريفيتيف السيجمويد رسمته اذا رسمناه، متذكرين كيف كان شكله المرة الماضية؟ بمر هون في النص، وبعدين بنزل من هون هيك بهذا الشكل، هون it goes to plus 1، وهون it goes to 0. لو اشتقيته شو لازم يطلع هذا شكله؟ المشتقة هون وين رايحة؟ ايش هذا الخط عماله بيحاول يروح هون؟ لو لا لا كونستنت، مضبوط؟ إذا المشتقة بهاي المنطقة شو بدها تروح؟ أو بدها تروح تو 0. وهذا كمان عماله it's approaching خط مستقيم هيك، مظبوط. فالمشتقة هون، هون ايش راح يصير؟ ايش راح تكون مشتقة اعلى قيمة لها؟ عم بعمل هيك وبعدين بعمل هيك، مظبوط. فالمشتقة شو بدها تكون في المنطقة هاي؟ هون هذا السلوب، مظبوط. لاحظوا السلوب زيرو، بزيد 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 السلوب، وبعدين ايش بيرجع؟ بقل، مظبوط. فالسلوب راح يكون شكله يكون زيرو، او خليني ارسمه تحت. فالدريفيتيف راح تكون لها اعلى قيمه عند النقطه هاي، بعدين من هون تنزل لزيرو، ومن هون تنزل لزيرو.
او ممكن نفكر فيها بطريقه ثانيه. متذكرين انه هاي كانت تساوي سيجمويد واي ام في 1 ماينس سيجمويد واي ام، مضبوط؟ فكانها سيجمويد واي ام هي هاي، مضبوط؟ سيجمويد 1 ماينس 1 ناقص 0 شو بتعطيني؟ 1 ناقص 0 1. وهون عندي بعدين 1 ناقص 1 هي عكس الرسمه. إذا ضربت هدول الاثنين في بعض شو بعطوني؟ 1 ضرب 0 شو بعطيني؟ 0. 1 ضرب 0 شو بعطيني؟ 0. ونص ضرب نص شو بعطيني؟ 0. لا نص ضرب نص ربع. ربع. فهذه هي الدريفيتيف تبع السيجمويد فانكشن. إذا أول شيء نتأكد إنه إحنا فاهمين هذه الجديدة من هون، هذه صارت عبارة عن سميشن x1 y1 زائد x2 y2 زائد x3 y3. بعملهم سميشن لحد ان عددهم كلهم، بجمعهم، بطرح منهم الثريشولد، وهذا الثريشولد رح يصير هو ويت. يعني احنا لما عملنا الاصليه اذا بتذكرين ما كنا نغير الثريشولد، مظبوط؟ لما عملنا الفرسبترون ما كنا نغير الويت، هلا هون رح يصير نغير الويت، وهون كاني انا مدخل ماينس 1. فهذا رح يصير في عليه ليرنينج، وهذول رح يصير في عليهم ليرنينج، ايش اللي بتغير بالليرنينج؟ الويتس. هذا رح يصير عباره عن ويت، اذا هلا الويتس هم W I M وثيتا M، ولازم اطلع دلتا W I M ودلتا ثيتا M، ودلتا I M رح تاخذ الفاليو اوميجا، عفوا اوميجا I M او W I M رح تاخذ الفاليو دلتا I M، وثيتا رح تاخذ الفاليو ثيتا M زائد دلتا ثيتا M. ايش نسمي هاي الإشارة؟ to assign. احسن من يساوي، لما مرات بيساوي لوجيكلي بتلخم، فاهمين؟ لما بقول انه دبليو اي ام بتساوي دبليو اي ام زائد دلتا ثيتا ام، يساوي معناها assign بالكود بالكمبيوتر كود. يعني لما بنقول احنا اكس تاخذ الفاليو اكس بلس 0.3، ايش يعني؟ يعني ضيف فاليو 0.3 لاكس حتى يصير هو الفاليو الجديد لاكس. إذا حطيت ايكوال، الايكوال بصفة معناها ambiguous، مش واضح. هذه إشارة أحسن إنه نستعملها هون. إذا هلا الهدف من التدريب تبعنا بدنا نطلع دلتا وبدنا نطلع دلتا ثيتا، لكن بدنا نطلعهم لكل اللايرز المختلفة باستعمال الفانكشن الجديدة والأرينجمنت الجديدة الموجودة هون. لاحظوا دلتا ثيتا ام صارت ويت بحد ذاتها ويت، وهي رح نبدأ نتعلم ونغيرها.